طلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بيكم في أولى حلقات مادة الفلسفة. في البداية سنة سعيدة إن شاء الله، وبداية تكون كمان جديدة، بداية كمان تكون جميلة، تكون حاطط ليك هدف تسعى للوصول إليه. النهاردة هنبدأ أولى حلقات الفلسفة. قبل ما نبدأ في أولى حلقات الفلسفة، إحنا معانا 4 أبواب وكأنهم 4 محطات. نبدأ بفلسفة البيئة، ننقل على الأخلاق البيولوجية أو البيوطبية، نروح شوية ونتكلم على أخلاقيات العمل أو فلسفة وعلاقتها بالعمل، ونختم آخر حاجة بالفلسفة أو التفلسف وعلاقته بالقيم. النهاردة هنبدأ باب جديد اللي هو فلسفة البيئة. يا ترى إيه معنى البيئة؟ يا ترى إيه علاقة الفلسفة بالبيئة؟ طب يا ترى البيئة نظيفة، البيئة ملوثة؟ طب احنا ليه بندرس باب فلسفة البيئة؟ ده اللي احنا هنتناوله في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، احنا عايزين نتحدث بثقافة الصور. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش عايزة اتكلم في البداية، عايزة الاول نعرض مجموعة من الصور، نعمل مقارنة ما بين يا ترى شكل البيئة قديما وشكل البيئة يا ترى حديثا عامل ازاي، وناخد كل صورة نعلق عليها، ومن خلال التعليق يا ترى نشوف ايه تعريف فلسفة البيئة. تعالوا بينا نشوف صور معانا لفلسفة البيئة. احنا في البداية عايزين نشوف يا ترى البيئة قديما كانت عاملة ازاي، يا ترى كانت نظيفة، يا ترى الهواء كان كويس، شمس، نباتات، طب المية يا ترى كان في تلوث، طب التلوث ظهر امتى، والتلوث ظهر بيد مين، هل يا ترى نتيجة تدخل الانسان، هل يا ترى عوامل طبيعية حصلت ادت لهذا التلوث. كل ده اللي هنكشفه في حلقة النهاردة من فلسفة البيئة. بس بنسأل فريق الاعداد، يا ترى الصور جاهزة معانا نعرض مجموعة من الصور ونشوف الاول يا ترى البيئة قديما عاملة ازاي، ولا لسه مش جاهزة معانا؟ احنا عايزين في البداية نشوف شكل البيئة. يا ترى الصور جاهزة معانا؟ الصور فريق الإعداد بيجهزها لنا طبعا، والإخراج، وهم مشكورين انهم بيساعدونا وبيساعدوك ان تكون معاك بدل ما بنشرح، ان احنا نعبر بناء على صورة، ومن خلال الصورة هنعرف يا ترى البيئة قديما كانت عاملة ازاي، ويا ترى البيئة حديثا كانت عاملة ازاي، وايه علاقة البيئة بالفلسفة. جاهزين نبدأ؟ زي ما احنا شايفين منظر جميل، ارض زراعية. نشوف صورة بعديها برضو اللي بيئة خالية من اي تلوث. يا ترى الصور جاهزة معانا؟ مجموعة من الصور زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين قدامنا مية، اشجار، ده كلها بيئة خالية من أي تلوث موجود معانا، كلها فعلا بيئة كانت في القدم خالية من أي تلوث. يا ترى في معانا صور تاني؟ في معانا صور لبيئة خالية من أي تلوث؟ زي ما احنا شايفين سماء، أرض، بحر، أشجار، زي ما احنا شايفين. طب نرجع ونشوف يا ترى ايه اللي حصل. لما نيجي نشوف، احنا عايزين بقى نشوف يا ترى شكل البيئة دلوقتي، نشوف كده شكل البيئة ايه اللي حصل فيها. عايزين نشوف كده صور للتلوث البيئي. لو الصور جاهزة معانا، دخان. في يا ترى صور لنفايات زي ما احنا شايفين. معنى كده احنا عرضنا صورة، الصور زي ما انت شايف بتوريك، ادي صور للنفايات موجودة معايا، وقبل كده عرضنا صور لبيئة خالية من اي تلوث. احنا عايزين نتكلم على فلسفة البيئة. انت مين؟ قالت انا فرع جديد. طب فرع جديد طالع ليه؟ طالع اعلم الانسان كيف يتم التعامل مع البيئة، ازاي تحترم البيئة، ازاي تحترم الحيوان، ازاي تحترم النبات اللي عايش معاك. طب ليه؟ انا مالي ومال الحيوان والنبات؟ كلها منظومة واحدة، انسان، حيوان، نبات، كلها مكونات من مكونات البيئة.
إذا معنى كده فرع جديد من فروع الفلسفة طالع يعلم الإنسان كيف يتم التعامل مع البيئة، إزاي تتعامل مع البيئة. لو حافظت عليها صحتك هتبقى أحسن، لو أهملتها صحتك هتبقى أسوأ. عشان كده لما نيجي نعرف فلسفة البيئة تيجي كده نجيبها بطريقة سهلة، هنكتب قدامنا فلسفة البيئة، تعالوا كده نشوف. فلسفة البيئة، انت مين؟ احد فروع الفلسفة التطبيقية. بتهتم بايه؟ بتهتم بالبيئة. طب البيئة مالها؟ البيئة حصل فيها مشكلات زي ما انت شفت على الصورة. طب المشكلات دي يعني ايه مشكلات؟ حصل تلوث، التلوث دوت كان في مية، التلوث دوت كان في نار، التلوث دوت كان في حيوانات، التلوث دوت كان في نباتات. خلي بالك، مية، نهر، حيوان، نبات، كلهم اتأثروا، وعلى رأسهم الرأس الكبيرة والممثل الأكبر وهو الإنسان. فلسفة البيئة أحد فروع فلسفة تطبيقية، بتهتم بالبيئة ومشكلتها. المشكلات دي ظهرت نتيجة ايه؟ تقدم علمي تكنولوجي رهيب. زمان ما كانش موجود التقدم. معنى كده هل انا ضد التقدم؟ لا، ولكن التقدم ليه ضريبة. طب والضريبة هددت جميع الكائنات الحية وعلى رأسها مين؟ الإنسان. ابتدينا حلقة النهاردة بباب من أحلى الأبواب، ألا وهو فلسفة البيئة. ابتدينا بتعريف فلسفة البيئة وقلنا أنت مين؟ قالت أنا فرع جديد من فروع الفلسفة. طيب طلع ليه؟ طلع علم الإنسان كيف يتم التعامل مع البيئة. إذن أحد فروع فلسفة تطبيقية، تهتم بالبيئة ومشكلتها. المشكلات دي ظهرت نتيجة تقدم علمي تكنولوجي رهيب هدد جميع الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان. زمان البيئة كانت خالية من أي تلوث رغم إن كان في أمراض، بس التقدم التكنولوجي خلى درجة التلوث ترتفع، وبالتالي البيئة أصبحت الآن مدمرة ملوثة. إذن تهديد البيئة الطبيعية جعل الفلاسفة والعلماء يجتمعون. هو أنتوا اجتمعتوا ليه؟ قالوا إحنا عايزين نقدم حلول عشان نحافظ على البيئة. طب يا ترى إيه الحلول اللي أنتوا عايزين تقدموها؟ واحد، هيطلبوا من الإنسان إقامة توازن ما بين مطالب الإنسان ورغبته في السيطرة على البيئة والاستفادة من مواردها. إحنا طالبين منك يا إنسان إن أنت تعمل نوع من أنواع الموازنة، الموازنة ما بين رغبتك في إنك تسيطر على البيئة والاستفادة من مواردها. 2، إحنا قلنا إن الإنسان عايش مع مين؟ حيوان ونبات، ودي منظومة متكاملة، يبقى ضرورة احترام حقوق الكائنات الحية اللي هي الحيوان ومين؟ والنبات. طب ليه احنا ليه بنحافظ على حقوق الكائنات الحية دلوقتي؟ عشان نضمن حقوق الأجيال القادمة في البيئة. يبقى معنى كده تهديد البيئة الطبيعية جعل الفلاسفة والعلماء يجتمعون، وهيقدموا لنا 3 حاجات: إقامة توازن ما بين مطالب الإنسان في السيطرة على البيئة والاستفادة من مواردها. 2، ضرورة احترام حقوق الكائنات الحية الحيوان والنبات. 3، المطالبة بحقوق الأجيال القادمة في البيئة. يبقى احنا اتكلمنا على كام شق؟ 2، عرف فلسفة البيئة. 2 حاجة، تهديد البيئة الطبيعية جعل الفلاسفة والعلماء يدعونا ل3 جمل: موازنة، احترام حقوق كائنات حية، احترام حقوق الأجيال القادمة في البيئة. طب احنا عايزين نعرف يعني ايه البيئة؟ ايه تعريف البيئة؟ تعالوا كده نشوف ايه تعريف البيئة. انا عندي كلمة البيئة زي ما احنا شايفين. هنعرف البيئة ناحيتين، تعريف بسميه التعريف اللغوي، وتعريف بسميه التعريف الاصطلاحي. احنا عايزين نعرف التعريف اللغوي للبيئة ايه، معناكي مستمدة من ايه؟ قالت انا مشتقة من باء يبوء تبوأ. طب باء يبوء تبوأ معناكي ايه؟ مكانك فين؟ اقامتك فين؟ ساكن فين؟ راجع منين؟ بتسكن فين؟
طب ايه الحاجات اللي محيطة بيك؟ يبقى لما نيجي تعرف التعريف اللغوي انا محتاجة منك 3 جمل. ان كلمة البيئة مشتقة من باء، بوأ، تبوأ، رجع، نزل، سكن، اقام. ساكن فين؟ تقيم فين؟ راجع منين؟ اذن البيئة هي المكان الذي يسكن فيه الكائن الحي. خدت قبل كده في الدراسات الاجتماعية وانا سامعه ناس اهي بتتفرج عليا وعماله تقول ايوه، احنا خدنا في الدراسات الاجتماعيه ان البيئه هي كل ما يحيط بالكائن الحي. اذا نوضح التعريف اللغوي للبيئه، مشتقه من باء، يبوء، تبوأ، رجع، سكن، نزل، اقام. البيئه هي المكان الذي يسكن فيه الكائن الحي. ان البيئه هي كل ما يحيط بمين؟ بالانسان. يبقى ده اسمه التعريف مين؟ اللغوي. يبقى احنا اتكلمنا على تعريف فلسفه البيئه، اتكلمنا على ايه يا ترى ايه اللي دعا اليه الفلاسفه والعلماء للحفاظ على البيئه، اتكلمنا على التعريف اللغوي للبيئه. تيجوا نشوف التعريف الاصطلاحي للبيئه؟ تعالوا بينا نشوف التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي للبيئه، تيجي كده نرسم رسمه على قد إمكانياتي البسيطة. أنا أعتبر إن أنا عندي فردين، فرد يسكن في الريف، فرد يسكن في القاهرة، فرد يسكن في دولة أوروبية. أستأذنك، نفس العوامل هنا نفس العوامل هنا نفس العوامل هنا؟ لا. يا ترى حتى الشخصية، الشخصية هنا مختلفة، الشخصية هنا مختلفة، الشخصية هنا مختلفة. إذا معنى كده لما تيجي تعرف التعريف الاصطلاحي هو أنت ليه طالع كده؟ لأن في مجموعة من العوامل والظروف والأشياء محيطة بالإنسان ومؤثرة عليه. خلي بالك ده حاجات محيطة بالإنسان ومؤثرة عليه، طب يا ترى إيه الحاجات اللي محيطة بالإنسان ومؤثرة عليه؟ خلي بالك ممكن تكون بيئة عضوية، ممكن تكون داخلية، ممكن تكون خارجية، ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون مين؟ ثقافية. عشان كده كل إنسان بيبقى تحت تأثير هذه العوامل. وضح التعريف الاصطلاحي للبيئة، مجموعة من العوامل، أشياء، ظروف محيطة بالكائن الحي ومؤثرة عليه، عضوية، داخلية، خارجية، اجتماعية. يبقى احنا اتكلمنا على أول حاجة، عرفنا فلسفة البيئة وقلنا أحد فروع الفلسفة. طب ناخد الاتصال ده. ألو، السلام عليكم. ازيك يا كابتن سرايا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام كويس. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. أنا دفعة 2017 60 فلسفة ومنطق. 2017 ودخلت إيه؟ كلية ألسن، تالتة ألسن قسم ألماني. ما شاء الله. أنت كنت بتتواصل معانا صح؟ يا أستاذ محمد عفيفي طبعا، يعني أيوه 94% ثانوية عامة من غير دروس خصوصية. ما شاء الله، ده نعمة وفضل يعني من عند ربنا. يعني أنت هتبقى زميل خلاص. أنا حبيت أتواصل معاك يا أستاذ أبلة سرايا، والله بحبك جدا والله. ربنا يخليك. تسلم يا محمد، وإن شاء الله ربنا يوفقك ونلاقيك كده زميل معانا. يا رب يا رب. نفسي إن شاء الله أدرس اللغة الألمانية الثانوية العامة في التلفزيون المصري. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. شكرا أبلة سرايا. ماشي يا محمد، اتفضل. نرجع تاني، اتكلمنا على فلسفة البيئة، اتكلمنا على ايه اللي دعا اليه الفلاسفة والعلماء للحفاظ على البيئة، اتكلمنا على التعريف اللغوي للبيئة، اتكلمنا على الاصطلاح، عوامل، ظروف، اشياء محيطة، كائن حي، مؤثرة في، داخلية، عضوية، خارجية، اجتماعية، ثقافية. اول واحد عرف التعريف الاصطلاحي للبيئة هو ابن عبد الرب، احد علماء المسلمين، صاحب كتاب العقد الفريد منذ القرن الثالث الهجري. طب انت يا عبد الرب عرفت البيئة على انها ايه؟ ها؟ لا خلاف على ان البيئة هي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه مين؟ الانسان. يبقى معنى كده البيئة لا خلاف وسطك فين؟ مكانك فين؟ يبقى وسط طبيعي يعيش فيه الانسان. مناخ سياسي، فكري، أخلاقي، محيط بالإنسان ومؤثر عليه. يبقى احنا اتكلمنا على 4 أجزاء، عرفنا فلسفة البيئة، ايه اللي دعا اليه العلماء والفلاسفة، اتكلمنا على التعريف اللغوي،
اتكلمنا على التعريف الاصطلاحي، من أول من عرف البيئة تعريفا اصطلاحيا؟ ابن عبد الرب، أحد علماء مسلمين، صاحب كتاب عقد فريد منذ القرن الثالث الهجري، عرف البيئة على أنها الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان، مناخ سياسي فكري أخلاقي محيط بمين؟ بالإنسان. ننقل على شق من أهم الأجزاء، ألا وهي علاقة الإنسان بالبيئة، ويا ترى مرت بكام مرحلة. تعالوا كده نشوف الكلام ده. علاقة الإنسان بالبيئة، لما نيجي نبص هنلاقي أن علاقة الإنسان بالبيئة مرت أول مرحلة معايا اسمها التقديس والتأليه، وفريق الإخراج والإعداد يجهز لنا كده الصور للعبادات. تاني حاجة معايا مرحلة التفسير والتوظيف، وتالت مرحلة معايا سمع واحد اهو عمال يتكلم معايا ويقول لي الاستغلال والسيطرة، ورابع مرحلة معايا اسمها القهر والاستبداد، واخيرا نرجع على الاحترام والصوم. حلوة المراحل. هو بيكشف لك علاقة الانسان بالبيئة. بص ابتدى بايه؟ كان بيقدس الشيء وبيعبده، طب بدأ يفسره ويستخدمه، كان ممكن يكتفي لحد هنا، لا ده بدأ يستغله، لا ده بدأ يقهر ويستبد، وبعد ما خسر رجع يحترم ويصوم. وهكذا هو الإنسان، يبدأ بالعبودية وتقديس الشيء، وبعدين يفسر ويستخدم، يستغل، يقهر ويستبد، وبعد ما يعرف قيمة الشيء يرجع تاني يحترمه. نبدأ بالتقديس والتأليه. التقديس والتأليه أولى المراحل، أولى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. الإنسان وجد نفسه وسط بيئة مخيفة، نهر، غابة، حيوانات مش عارف يستخدمها، فيلجأ إلى عبادتها. دليلنا على ذلك عبد بابليون، هنود، يونانيين مظاهر البيئة واتخذوها آلهة. ولو فريق الإخراج مجهز لنا صور للعبادات القديمة نعرضها كده مع بعض. يبقى تاني مرحلة التقديس والتأليه، يا ترى إيه علاقة الإنسان بالبيئة في التقديس والتأليه؟ تقديس جاي من قدس الشيء، تأليه جاي من عبوديته للشيء. يبقى أولى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، وجد الإنسان نفسه وسط بيئة موحشة ومخيفة لا يستطيع السيطرة عليها، فهيلجأ إلى مين؟ عبادتها. نختم كلامنا بالمثال، عبد البابليون والهنود واليونانيين مظاهر البيئة واتخذوها آلهة. يبقى دي تعتبر أولى المراحل، ألا وهي علاقة الإنسان بالبيئة في مرحلة ميم تقديس تأليه. طب تعالوا كده نكتبها. أول مرحلة معايا اسمها مرحلة التقديس والتأليه، ولو الصورة بتاعت التقديس والتأليه أولى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، أول مرحلة. طب ليه انت قلتي أولى؟ حضرتك في حاجة قبليها؟ لا، عشان كده بسميها أولى المراحل. أدي الإنسان البدائي ماله؟ وجد نفسه وسط بيئة مخيفة لا يستطيع السيطرة عليها، فيلجأ على طول إلى مين؟ إلى عبادتها. دليلي على ذلك قلنا عبد البابليون والهنود زي ما احنا شايفين الصورة، واليونانيين مظاهر مين؟ البيئة. زي ما انت شايف قدامنا الصورة بتكشف مظاهر عبودية الهنود لبعض الحيوانات قديما. يبقى دي أول مرحلة زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، ألا وهي مرحلة التقديس ودي والتأليه، وزي ما احنا شايفين مظاهر العبودية قديما. ليه؟ لعدم قدرة الإنسان على استخدام الشيء، عبودية. كبر شوية فراح لمرحلة اسمها التفسير والتوظيف، فسر الشيء واستخدمه. ظهرت فين؟ ظهرت في الحضارة اليونانية حتى مطلع العصر الحديث. وبالتالي ادي بسميها اول حاجة، بقول ظهرت في الحضارة اليونانية حتى مطلع العصر الحديث. جه
أرسطو وراح قال الأرض هي مركز العالم الطبيعي، الأرض أهم كوكب موجود عندي. عشان كده جه أرسطو وراح قال الأرض هي مركز العالم الطبيعي. طب يا ترى إيه التفسير اللي سيطر على العلماء والفلاسفة في هذه المرحلة؟ نظر الإنسان للبيئة بكل ما فيها من حيوانات ونباتات وظواهر طبيعية، وأدرك على أنها مهيئة من الله لخدمته. يبقى تاني مرحلة اسمها مين؟ تفسير وتوظيف. قلنا ظهرت في الحضارة اليونانية حتى مطلع العصر الحديث. يونان، يبقى أرسطو نجح وفسر البيئة والطبيعة وقال الأرض هي مركز العالم الطبيعي. التفسير الذي سيطر على العلماء والفلاسفة يتمثل في نظرة الإنسان للبيئة بكل ما فيها من كائنات حية، ظواهر طبيعية، على أنها مهيئة من الله لخدمته. ها كفاية؟ لا، طلع سلمة تاني وكبر لمرحلة اسمها الاستغلال والسيطرة. ظهرت امتى؟ قالت ظهرت في العصر الحديث بمناهجه الحديثة. طب سمع واحد بيقول لي ايه المناهج الحديثة؟ ظهور منهج تجريبي. ظهر المنهج التجريبي فبدأ الإنسان يستغل البيئة لدرجة ان هذه المرحلة ليها سلبية، ألا وهي ندرة الحديث عن حقوق الكائنات الحية، قلة الحديث عن حقوق الكائنات الحية، أهمل الإنسان حقوق الكائنات الحية، إن الإنسان لم يعد يهتم سوى بنفسه فقط وأهمل حقوق الحيوان والنبات. الله، ده أنت كنت بتعبد الشيء وبتقدسه، طب بدأت تفسره وتستخدمه؟ لا، بدأ يستغله ويسيطر عليه. كفاية كده؟ لا، ده طلع لمرحلة أكبر، ألا وهي القهر والاستبداد. تطور العلم المعاصر تطورا شديدا، بلغ العلم المعاصر في هذه المرحلة تطورا شديدا. استطاع الإنسان من خلال التقدم العلمي إن هو يقهر الطبيعة. العلم كل ما يزيد كل ما القهر يزيد، وكأن العلاقة بينهما علاقة طردية. طب أنت إنسان عملت إيه في البيئة في هذه المرحلة؟ حاجتين: أحدث تحولات وتغيرات في شكل الكائنات الحية، الحيوانات والنباتات، مما أصبح يهدد الحياة البرية والإنسان. تطوير الهندسة الوراثية والاستنساخ، بدأ يتلاعب بالهندسة الوراثية، بدأ يتلاعب بالاستنساخ زي ما احنا شايفين الصورة قدامنا على الشاشة، وبالتالي غير من شكل الكائنات الحية، فلم تعد الأشياء طبيعية وفقدت أنسبها. ابتدى تقديس تأليه، كبر تفسير توظيف، كبر شوية استغلال وسيطرة، كبر أكبر قهر واستبداد. طب هو القهر والاستبداد انت ظهرتي نتيجة ايه؟ تطور العلم المعاصر تطورا رهيبا، استطاع الإنسان من خلال التقدم العلمي أن يقهر الطبيعة وتتمثل أثارها في 1-2. 1- إحداث تحولات في الكائنات الحية، الحيوان والنبات، مما أصبح يهدد الحياة البرية والإنسان. 2- تطوير هندسة وراثية، استنساخ، أصبح يغير من طبيعة الكائنات الحية وفقدت أنسبها ولم تعد الأشياء طبيعية. ها هنعمل ايه دلوقتي؟ هيروح للاحترام والصوم. طب ما كان من البداية، ما كنت الأول بتقدس وبتعبد وتفسر وتوظف، استغل، سيطر، قهر واستبد، رجع يحترمها ويصونها. أحلى مرحلة. ليه؟ هي المرحلة التي نحياها الآن. تنبه الإنسان، قال ياه أنا خلاص تنبهت للآثار السلبية المترتبة على تقدم العلم والتكنولوجي الرهيب. الشاطر الذكي اللي مركز معايا من أول الحلقة، احنا ابتدينا وقلنا إن فلسفة البيئة ظهرت نتيجة، برافو عليك، تقدم العلمي والتكنولوجي الرهيب اللي هدد جميع الكائنات الحية وعلى رأسها مين؟ الإنسان. نفس الكلام، الإنسان هنا خلاص بعد ما خسر وخسر حيوانات ونباتات وصحته، جه في الاحترام والصون وقال ياه انا تنبهت للاثار السلبيه المترتبه على
التقدم العلمي والتكنولوجي الرهيب، واجتمع العلماء والفلاسفة وقالوا عايزين ننقذ ما يمكن إنقاذه. هتعملوا لنا إيه؟ واحد، وضع قوانين للحفاظ على البيئة، سن تشريعات للحفاظ على البيئة، إيقاظ أخلاقيات نعمل إيقاظ تشجيع لأخلاقيات البحث العلمي. عارف كل ده ليه؟ عشان نطالب بحقوق الأجيال القادمة في البيئة. طب تعالوا كده نعمل وقفة ونشوف إحنا خدنا إيه. أول ما ابتدينا بعرف فلسفة البيئة، جينا بعد كده وقلنا تهديد البيئة الطبيعية جعل الفلاسفة والعلماء يهتمون بالبيئة، وقلنا الثلاث جمل بتوع إقامة التوازن. جينا بعد كده وقلنا عرف البيئة لغويا واصطلاحا، وجينا بعد كده واتكلمنا على المراحل، تقديس تأليه، أولى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. وجد الإنسان نفسه وسط بيئة، برافو عليك، مخيفة لا يستطيع السيطرة عليها، فيلجأ على طول إلى مين؟ إلى عبادتها. ودينا المثال، عبد البابليون والهنود واليونانيين مظاهر البيئة الطبيعية واتخذوها آلهة. كبرنا شوية رحنا على التفسير والتوظيف، ظهرت فين؟ حضارة يونانية حتى مطلع العصر الحديث. جي أرسطو راح قال الأرض هي مركز العالم الطبيعي. إذا نظر الإنسان للبيئة بكل ما فيها من ظواهر طبيعية، كائنات حية، وأدرك على أن البيئة مهيئة من الله لمين؟ لخدمته. كبرنا أكبر شوية رحنا لمرحلة اسمها استغلال وسيطرة. طب انت استغلال وسيطرة ظهرت فين؟ عصر حديث مناهج حديثة. عصر حديث مناهج حديثة اللي هو أنهي منهج؟ المنهج التجريبي. استطاع الإنسان من خلال هذا المنهج استغلال البيئة لخدمته وتحقيق رفاهيته، لدرجة إن هذه المرحلة ليها سلبية، وأجيب لك سؤال وأقول لك أذكر سلبيات مرحلة الاستغلال والسيطرة. هتقول لي ندرة الحديث عن حقوق الكائنات الحية. قهر واستبداد، علم بدأ يتطور تطورا شديدا، استطاع الإنسان من خلال التقدم العلمي أن يقهر الطبيعة. طب إيه اللي حصل وإيه اللي عمله؟ عمل حاجتين، غير من شكل الكائنات الحية فلم تعد طبيعية، اتنين تطويره للهندسة الوراثية والاستنساخ. وبعد كده رجعنا لآخر مرحلة ألا وهي الاحترام مين؟ وصفهم، وهي المرحلة التي نحياها الآن. تنبه الإنسان للآثار السلبية المترتبة على التقدم العلمي والتكنولوجي الرهيب، واتجهوا للدعوة لثلاث حاجات، تعالوا نكتبهم كده مع بعض عشان يكونوا قدامك. أول حاجة في مرحلة الاحترام والصون، وضع قوانين للحفاظ، وضع قوانين للحفاظ على البيئة. اتنين، إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي. تلاتة، إن احنا نطالب حقوق الأجيال المستقبلية. دي المراحل. طب يا ترى فلسفة البيئة، وخلي بالك من الملحوظة دي، أو الاهتمام بالبيئة ظهر حديثا؟ العبارة خطأ، إن الاهتمام بالبيئة كان منذ القدم، منذ الحضارات الشرقية القديمة. زمان كانوا بيختاروا أجمل الجميلات ويلقوها في نهر النيل تقديسا لنهر النيل. زمان كانوا بيحافظوا على البيئة، عايزين يخلوها بيئة متوازنة وسليمة وصالحة للجميع، لكن الإنسان هو اللي أهملها حديثا. إذا السؤال هيجي يقول لك إن فلسفة البيئة ظهرت حديثا، أو الاحترام والصون بدأ الإنسان يهتم بالبيئة في مرحلة الاحترام والصون فقط؟ العبارة خطأ، لأن الاهتمام بالبيئة كان منذ الحضارات الشرقية القديمة.
حيث كان الإنسان واعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها لجعلها بيئة متوازنة وصالحة وسليمة للجميع. احنا اتكلمنا على أول شق من فلسفة البيئة. طب عايزين نتكلم شوية على إسهامات المصري القديم في البيئة. عايزين نعرف انت ايه علاقتك بالبيئة مصري قديما. تعالوا كده نشوف هنكتب ايه. السؤال هيجي يقول لي اعرض مظاهر اهتمام المصري قديما بالبيئة. وانت بتحفظ انا محتاجة منك 1 2 3 سمع واحد اهو بيتكلم معايا 4 5. ابتدينا بكلمة اول حاجة عرف، ونيجي تاني حاجة ظهر، وتالت حاجة ظهر، ورابع جملة نبدأ باحترام، ونختم اخر حاجة بقدس. طبعا احنا قفلنا الاتصالات عشان ناخد الدرس كله على بعضه نظرا لان احنا اتأخرنا في البداية بتاعت الفلسفة. السؤال بيقول لي يا ترى ايه علاقة المصري القديم بالبيئة؟ 1، عرف المصري قديما بحبه الشديد للبيئة وقدسوها لدرجة العبادة من اجل بناء حضارتهم العظيمة والسيطرة عليها. المصري قديما اتعرف ان هو كان بيحب البيئة وكان بيعبدها وكان بيقدسها عشان يبني الحضارة القديمة. احنا الفراعنة، احنا بناة الاهرامات، يبقى كان بيعبدها يقدسها ويسيطر عليها. ظهر الحب ده فين؟ ظهر الحب في كتاب اسمه كتاب الموتى، وده اقدم الكتب الانسانية المصورة لدى المصري القديم. طب الكتاب دوت مكتوب فيه ايه؟ ان المصري قديما كان يحافظ على البيئة ليس فقط لكي يعيش على الأرض، وإنما من أجل التقرب إلى الإله. اللي هيحافظ على الحيوان، اللي هيحافظ على النبات، أحد وسائل التقرب للإله، كأنك بتتقرب وتقدم قربان، بس القربان مش مادي، وإنما القربان يتمثل في محبتك وحفاظك على الحيوان وعلى النبات. طب ظهر الحب ايضا في حاجة تانية؟ تعويذة اسمها اعلان البراءة امام الاله الاعظم. اعلن براءتك قدام الاله. مش معنى قلنا اعلن براءتك، لان المصري قديما كان يؤمن بيوم اسمه يوم البعث والخلود. عايز تبعث مرة تانية؟ عايز ابعث مرة تانية. طب وريني اثبت براءتك، انا بريء، انا ما عملتش حاجة. طب هقول ازاي ان انا بريء؟ هتقول للاله السلام عليك أيها الإله العظيم، أنا لم أعتدي ولم أأخذ حق من حقوق الكائنات الحية، أنا عمري ما اعتديت لا على حيوان ولا على نبات، وبالتالي لو أعلنت براءتك وقلت أنك عمرك ما أذيت حاجة، عمرك ما أذيت حيوان وعمرك ما أذيت نبات، هتبعث مرة تانية. يكاد يتماثل ويتطابق الفكر المصري قديما مع الفكر الإسلامي. اللي مش هيأذي حيوان، اللي سقى كلب غفر لي ودخل الجنة، طب اللي حبست قطة دخلت النار. إذن اللي بيحافظ على الحيوان يخش الجنة، اللي بيأذي الحيوان يخش النار. طب معنى كده دعوة للحفاظ على الحيوان والنبات. أنا قلت كم جملة؟ 3. عرف المصريون بحبهم الشديد للبيئة وقدسوها لدرجة العبادة من أجل بناء حضارتهم العظيمة والسيطرة عليها. قلت ظهر الحب في كتاب اسمه كتاب الموتى، أقدم الكتب الإنسانية المصورة لدى المصري القديم، الذين نجدهم يدركون أن الحفاظ على البيئة أحد وسائل التقرب للإله وليس فقط من أجل الحياة على الأرض. في واحد، حبيبتي يا ماما، روحي يا ماما، انت احلى واحده يا ماما، ده الواد ولا البنت عماله تتقرب لامها، دي اكيد عايزه طلب. هي كده كده قاعده،
هي لما تقول كده مامتها هتقعدها او مش هتقعدها، لا ده احنا بنعمل احد وسائل التقرب. اذا لما تتقرب البنت او الولد بهذه الطريقة ايه اللي بيحصل؟ الله، ده بيبقى محبوب لدى الام. نفس الفكرة ونفس التماثل في الحالتين. قلنا ايضا ظهر الحب في تعويذة اسمها تعويذة اعلان البراءة امام الاله الاعظم، واللي بيبدعها المتوفي بقوله السلام عليك أيها الإله العظيم، أنا لم أعتدي، لم أخذ حق من حقوق الكائنات الحية، عمري ما أذيت لا ماشية ولا عصافير ولا طفيت نار متأججة. تعالوا كده نشوف قدامنا كده على الورق. احنا ابتدينا بكلمة عرف، وقلنا عرف المصريون بحبهم الشديد للبيئة، ابتدينا وقدسوها لدرجة مين؟ لدرجة العبادة. تاني حاجة ابتدينا بكلمة ظهر الحب، وقلنا ظهر في كتاب اسمه كتاب ميم، كتاب الموتى. قلنا تالت حاجة ان ظهر ايضا في التعويذة، ودي اسمها تعويذة اعلان البراءة امام الاله الاعظم. اربعة، احترم المصري القديم كل مظاهر البيئة، شمس، هواء، تربة، حيوان، نبات، لدرجة انه اتخذ من الشمس اله. خمسة، قدس المصري القديم نهر النيل ووجه له الأناشيد خلال صلواتهم. يبقى أنا قلت كام جملة؟ خمسة. يعني لو أنا جبت لك سؤال وقلت لك احترم المصري القديم البيئة، جبت لك جملة، يبقى أنت تكمل الأربعة. لو قلت لك قدس المصري القديم كل مظاهر البيئة، ساعدتك بجملة، تكمل برضو الأربعة، ما بتكملش الجملة، احنا بنكمل الإجابة كلها. يبقى احنا قلنا تاني اذكر مظاهر اهتمام المصري القديم بالبيئة، كم جملة؟ خمسة، عرف، ظهر، ظهر، احترم، قدس. عرف المصريون بحبهم الشديد للبيئة، قدسوها لدرجة عبادة، ظهر الحب في كتاب موتى اقدم الكتب الانسانية المصورة لدى المصري القديم، الذين نجدهم يدركون ان الحفاظ على البيئة احد وسائل التقرب الى الاله وليس فقط لكي نعيش على الارض. ثلاثة، ظهر الحب في تعويذة اسمها اعلان البراءة امام الاله الاعظم، والتي يبدأ المتوفي بقوله السلام عليك ايها الاله العظيم، انا لم اعتدي ولم اخذ حق من حقوق الكائنات الحية. احترم المصري القديم كل مظاهر البيئة، شمس، هواء، مية، تربة، حيوان، لدرجة اتخاذه من الشمس إله. خمسة، قدس المصري القديم قدس المصري القديم نهر النيل ووجه له الأناشيد خلال صلواتهم. أظن ما فيش أسهل من كده. طب تيجي نشوف الصين وعلاقتها بالبيئة. تعالوا نكتب السؤال كده ونشوف. السؤال هيقول لي اذكر مظاهر اهتمام الصين بالفكر البيئي. الفكر الايه؟ البيئي. هي البيئة مكونة من ايه؟ البيئة مكونة من ثلاث حاجات، إنسان، حيوان، نبات. تيجي نحكي قصة كده خارج المنهج ونشوف الكلام ده يا ترى ايه اللي هنستفيده منها. الصين شعب كان ولا زال بيحب الزرع والزراعة، فالصين قعدت تزرع وعملت معارض للزرع، فجت العصافير وراحت منقرة الزرع عندهم، فراحت الصينيين زهقوا قوي من العصافير دي، بتبوظ لنا الزرع، احنا مش عايزينها، احنا لازم نعدم العصافير. وبالفعل تم القضاء على العصافير، العصافير كانت فعلا بتنقر الزرع، لما كانت بتنقر الزرع كانت بتشيل دودة من الزرع. طب لما عدمنا العصافير انتشرت الديدان، والديدان قضت لنا على الزرع. اذا تفتكر عايز اقول لك ايه؟ مش من حق الانسان ان يمد ايديه على حيوان او نبات. احنا التلاتة في مساواة ما بيننا،
إنسان حيوان نبات. إذن كانت البي عن بصين تمثل الطاو، والطاو تعني المبدأ، القانون الطبيعي، الكيان الذاتي للأشياء. الصينيين اتقرصوا، تعلموا، اقتنعوا، اعتقدوا، آمنوا بحكمة الوجود واتساقه وانتظامه وترابطه. الصين قالت لا، احنا خلاص، احنا اتعلمنا، احنا اتقرصنا، احنا مش هنمد ايدينا على حاجة تاني من البيئة. ما هو الانسان ما بيتعلمش غير لما بيخسر، ما كان الفرصة قدامه لكن لازم يخسر وبعدين يرجع يقتنع. طب ما الفرصة قدامه قبل ما يخسر، هنعمل ايه؟ طبيعة البشر كده. اذا طب انت يا صين ايه وجهة نظرك؟ 4 جمل. 1، المساواة بين جميع الكائنات الحية، حيوان انسان نبات. 2، الغاء التمييز المصطنع بين الانسان وباقي الكائنات الحية. انت مش مميز عنهم، انت اللي متخيل انك مميز، انت محتاج لهم وهم محتاجين لك. اذا توجد علاقة مساواة بين الانسان وباقي الكائنات الحية. 3، يجب ان يحيا الكل مع الكل في تناغم وود وانسجام. 4، ينبغي على الانسان ان يحفظ توازنه والا يتعدى على باقي الكائنات الحية، ها، بحجة انه الارقى والاقوى. يبقى فلسفة الصين تاني، 1، المساواة بين جميع الكائنات الحية، الغاء التمييز المصطنع بين الانسان وباقي الكائنات الحية، يجب ان يحيا الكل مع الكل في تناغم وود وانسجام. 4، ينبغي على الانسان ان يحفظ توازنه والا يتعدى على باقي الكائنات الحية بحجة انه الارقى والاقوى. طب طلع بقى لاوتسي وجي بيخاطب الانسان في كتاب الطاو وبيقول له: اتحسب انك قادر على تولي امر العالم؟ تفكر نفسك هتقدر تتولى امر العالم؟ انا لا ارى ذلك ممكنا، انا ما اقدرش، انا شايف انك انت مش هتقدر، ان العالم مقدس ولن تستطيع تحسينه، ولو بص حرف الامتناع، ولو حاولت تغييره تحسينه لحل عليك الخراب والدمار، انت حر. اذا يقول لاوتسي مخاطبا الانسان في كتاب الطاو: هتحسب انك قادر على تولي امر العالم؟ انا لا ارى ذلك ممكنا، ان العالم مقدس ولن تستطيع تحسينه، ولو حاولت تغييره لكان خرابا ودمارا. انت مين؟ انا لاوتسي. طالع ليه؟ أدي إشارة تحذير وإنذار للإنسان، أي محاولة منك للتلاعب بالبيئة والطبيعة أو التلاعب بمقدرات الطبيعة لحل الخراب والدمار عليك. لاوتسي بيعطي إشارة إنذار وتحذير للإنسان: اوعى تغير حاجة في البيئة ولا في الطبيعة، اوعى تتعدى على الحيوان ولا النبات، أول واحد هينضر هو أنت، لأن إحنا التلاتة لازم نعيش مع بعض ونكمل بعض. يبقى تاني كده، اذكر مظاهر اهتمام الصين بالبيئة. كانت البيئة عند الصينيين تمثل الطاو، والطاو تعني مبدأ، مآل، قانون طبيعي، كيان ذاتي للأشياء. 2، آمن الطاويون بحكمة الوجود واتساقه وانتظامه وترابطه. 3، تتمثل وجهة نظر الصين في مين بقى اللي هيقول معايا؟ ها، 4 جمل: المساواة بين جميع الكائنات الحية، الغاء التمييز المصطنع بين الإنسان وباقي الكائنات الحية. 3، يجب أن يحيا الكل مع الكل في تناغم وود وانسجام. 4، ينبغي على الإنسان أن يحفظ توازنه وألا يتعدى على باقي الكائنات الحية بحجة أنه الأرقى والأقوى. يقول لاوتسي في كتاب الطاو مخاطبا الإنسان: أتحسب أنك قادر على تولي أمر العالم؟ أنا لا أرى ذلك ممكنا، إن العالم مقدس ولن تستطيع تغييره، ولو حاولت تغييره لكان خرابا ودمارا عليك.
لاوتسي يعطي إشارة إنذار للإنسان وتحذير أي محاولة منك للتلاعب بالبيئة ومقدرات الطبيعة لحل الخراب والدمار عليك. نجمع كده، احنا خدنا ايه؟ ابتدينا النهاردة باب من أحلى الأبواب، ابتدينا بفلسفة البيئة، وقلنا فلسفة البيئة أحد فروع الفلسفة تطبيقية تهتم بالبيئة ومشكلتها، ظهرت نتيجة تقدم علمي وتكنولوجي رهيب حدد جميع الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان. اتكلمنا ان تهديد البيئة الطبيعية جعل الفلاسفة والعلماء بيهتمون بيها. انتقلنا الى علاقة الإنسان بالبيئة، تقديس تأليه تفسير توظيف استغلال قهر احترام. اتكلمنا على اهتمام المصري بالبيئة والصين بالبيئة. ادينا مجموعة من الأسئلة أتمنى ان انتوا تعرفوا وتجاوبوها لنا، تردوا علينا على الحلقة سواء نزلت على اليوتيوب أو في البرنامج زي ما بتنزل، ولو في عندك أي استفسار احنا متواجدين معاك متواصلين معاك في حالة وجود أي استفسار أو حاجة انت مش عارفها. كده أعزائنا الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، لقاء آخر حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.